يقول: تزوجت منذ 4 سنوات وإلى الآن لم يحدث حمل، فهل يحق لي أن أتزوج بثانية؟ وهل لو تزوجت بثانية أكون آثم وظلمت الأولى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تزوج بأربع أباح الله لك ذلك، وهذا فيه ثواب. تزوج لأجل عصمة الإنسان من الفساد، ومن أجل الذرية، طلب الذرية الصالحة. تزوج إلى 4 نسوة إذا كنت تقدر على ذلك.